حققت ايمان العاصي نجاح كبير من خلال مجموعه من الاعمال المميزه اللي قدمتها وساعدتها كمان موهبتها وجمالها الهادي لكن حياتها الشخصيه ما كانتش هاديه خالص وكانت مليانه بالمشاكل والازمات خاصة خلافها الشديد مع جوزها وأبو بناتها ودي كانت تجربة قاسية جدا في حياتها طيب يا ترى إيه اللي حصل وليه اتطلقوا بعد ثلاث شهور بس وإزاي حرمها من الجواز بعده من طارق صبري وهل جمعتها قصة حب بأحمد عز فعلا وليه لبست الحجاب وليه خلعته بعد كده خليكم معانا لآخر الفيديو دخلت الفنانه إيمان العاصي الفن بالصدفه، وده بعد ما راحت تتصور صور فوتوغرافيه، فطلب منها المصور إنه ينشر صورها في مجله من المجلات النسائيه، ووافقت إيمان ونشر المصور الصوره في المجله، وشاف المخرج خالد بهجت صورتها على غلاف المجله، ورشحها عشان تعمل دور بنت الفنانه رغده في مسلسل أمس لا يموت، كان سنه 2003، وده بسبب الشبه الكبير اللي بينهم، وبعد كده انطلقت في مجال الفن. وعاشت ايمان قصه حب قويه جدا مع رجل الاعمال نبيل زانوسي واتخطبت له سنه 2007 لكن كان شرطه الوحيد علشان يتجوزها هو انها تعتزل الفن لكن هي رفضت وانفصلوا وفي سنه 2009 اتجوزت من رجل الاعمال علي منصور العوضي لكن جوازهم استمر شهور قليله وانفصلت عنه في نفس السنة بهدوء وبعد انفصالها عن جوزها قررت ترجع لحبيبها الأولاني نبيل زانوسي ووافقت على شروطه وأعلنت فعلا إنها اعتزلت التمثيل واتجوزوا سنة 2010 لكن بعد ثلاث شهور بس حصلت خلافات شديدة جدا ما بينهم بعد ما اكتشفت حسب كلامها إنه ضحك عليها وفهمها إنه رجل أعمال وصاحب توكيل لشركات عالمية لكنها اكتشفت انه مجرد مدير صيانه في احدى الشركات وفي النهايه اتفقوا على الانفصال وده بالرغم ان ايمان كانت حامل في الشهور الاولى لكن زوج ايمان اصر انها ترجع له كل الحاجات اللي كتبها باسمها واللي كانت عباره عن عربيتين وشقتين لكنها رفضت واعتبرت انهم حقها وده اللي خلاه يحبسها في فيلته في الشيخ زايد واجبرها على توقيع تنازل عن كل حاجه وفضلت في الوضع ده لغاية ما قدرت تهرب في يوم الساعة واحدة ونص الصبح وفضلت تجري في الشارع لغاية ما وصلت لاسم شرطة الشيخ زايد وكانت في حالة نفسية سيئة جدا وهناك عملت محضر ضد جوزها وحكت كل اللي عمله معاها في الفيلا وقالت كمان انه منعها من الاتصال بأهلها وقالت انه كذب عليها وادعي انه هو رجل اعمال وصاحب توكيل لشركات عالمية وفعلا راحت قوة من الشرطة للفيلا وقبضت على نبيل زانوسي واستجوبته في كل الاتهامات اللي توجهت له لكنه نفيها تماما وأكد إنه رجل أعمال وغني ومش محتاج فلوسها عشان يعمل فيها كل ده فاستدعت النيابة إيمان لسماع أقوالها لكنها ما حضرتش وقررت النيابة في نهاية التحقيق إخلاء سبيل نبيل بضمان محل إقامته وقال محامي ايمان انها ما قدرتش تحضر علشان حالتها الجسديه والنفسيه السيئه خاصه انها كانت حامل في الشهور الاولى وعمل محاميها محضر ضد زوجها بيتهموا فيها بتبديد المنقولات الزوجيه واللي بتزيد قيمتها عن مليون جنيه وفي النهاية رفعت إيمان قضية خلع ضده وتنازلت فيها عن جميع حقوقها المالية وحصلت على حكم لصالحها كمان، وبعد شهور قليلة من الانفصال خلفت بنتها الوحيدة ريتاج، وبعد كذا سنة طلعت أخبار كتير عن ارتباط إيمان العاصي بالفنان أحمد عز، خاصة بعد ما عملوا مع بعض أربع أعمال فنية منها مسجون ترانزيت ومسلسل أبو عمر المصري، لكن إيمان نفت كل الأخبار دي وقالت إن مفيش أي ارتباط عاطفي ما بينهم لكنهم أصدقاء وبيستريحوا مع بعض في الشغل وده اللي خلاهم يشتغلوا كتير مع بعض لدرجة إن أحمد عز دايماً كان بيقولها إنتي مكتوبالي ولما اتسألت إيمان عن رأيها في قضية أحمد عز والفنانة زينة أكدت إنها رفضت إنها تتدخل في الأزمة دي بالرغم إن أحمد عز صديق مقرب ليها وتمنت إن الحقيقة تظهر أياً كان لصالح مين لأن الأهم هو مصلحة الطفلين وبعد كذا سنة عاشت إيمان العاصي قصة حب قوية جدا مع الفنان طارق صبري وانتشر عدد كبير من الصور ليهم اللي بتجمعهم واللي كشفت عن العلاقة القوية ما بينهم وكانت إيمان وطارق بيستعدوا إن هم يعلنوا ارتباطهم بشكل رسمي ويحتفلوا بخطوبتهم كمان لكن فجأة تراجعت إيمان عن الخطوة دي وده بعد ما هددها طليقها وأبو بنتها ريتاج إنه هياخد منها حضانة البنت لو اتجوزت وده اللي خلاها تقرر إنها تبعد عن طارق صبري علشان بنتها تفضل معاها ووجهت ليها رسالة وقتها وقالت لها أنتي أهم حاجة عندي في الدنيا. وبعد إنتهاء علاقته بإيمان العاصي بفترة طويلة، إتجوز طارق صبري من الفنانة شيري عادل بعد قصة حب قوية جمعتهم، ورفضت إيمان التعليق على جواز طارق وشيري، وإتحجبت إيمان العاصي فترة من حياتها وأعلنت إعتزالها كمان، وده كان سنة 2006 والغريب إنها لبست الحجاب علشان إشاعة، فكانت في فترة معتكفة في مسجد وطلعت عليها إشاعة إنها لبست الحجاب واعتزلت، ووقتها خافت تنفي الإشاعة دي واضطرت إنها تلبس تلبس الحجاب وتبعد عن الفن لكن بعد فترة قصيرة خلعت الحجاب ورجعت للتمثيل تاني وقالت أنا خلعته لأني ما قدرتش أحصن نفسي من الإغراءات وكمان لأنها مقتنعة بالحجاب لكنها لسه مش مؤهلة تلبسه وأكدت إيمان إن حجابها ما كانش ليه أي علاقة بجوازها فهي اتحجبت وقلعت الحجاب قبل جوازها بفترة كبيرة قولولنا بقى أنتم في التعليقات إيه أكتر دور بتحبوه لإيمان العاصي